رجعنا تاني ونشوف التحدي مع العالمي والثعلب. وسؤال ليكم انتوا الاثنين، اسوأ دفاع في الدوري الانجليزي مين؟ ليفربول. لا لا يا جدع، اسوأ دفاع. ايوه دخل فيه سبعه في ماتش واثنين امبارح، حد تسعه. اسوأ دفاع في البريمير ليج؟ ثانيه واحده بس. ويست بروم. لا هو صح في الاثنين. يلا ويست بروم وليفربول؟ برافو عليك. طب انت ما بتقولش صح لايه طيب؟ ما مستني انا اشوف. انا بقول نفسي اغلط. تغلط انا مستني. انت يا ابني ما فيش حاجه بتنفع معاك ابدا. طيب مين اقوى هجوم في الدوري الانجليزي السنه دي؟ اقوى هجوم؟ توتنهام. ارسنال. انت ما جيتش النهارده. ارسنال فينجر تولى تدريب ارسنال. ارسنال فينجر تولى تدريب ارسنال امتى؟ سنة 97. صح. ماشي. هو في لا بس انا اقول لك كتير غلط كلنا دي ما تحسبش. خلي بالك بس انا عايز لك حاجه، ان هو قال ارسنال فينجر. هو والله العظيم. طيب السؤال اللي جاي بقى لميدو، ايه المباراه الوحيده مع منتخب مصر اللي حازم امام اتطرد فيها؟ ماتش السعوديه. في القارات. كاس القارات. ماتش السعوديه كاس القارات في المكسيك.